الجانب التاني من الطريق وانا زورته قبل كده برضو كان فيه انماط اسكان مختلفه، مش الجانب بقى اللي على البحر على شاطئ البحر. يعني لو انت جاي من القاهره بعد مارينا كده هتلاقي العلمين على ايدك اليمين، بس على الشمال هتلاقي اسكان، يعني وحدات، عدد كبير من الوحدات. نفكر الناس تاني سياده الوزير، ما هي هذه الوحدات وامتى برضو هيتم تسليمها للناس؟ عندنا فعلا جنوب الطريق الدولي الساحلي في عندنا مشروع طبعا سكن مصر باجمالي 7000 وحده سكنيه، وده احنا سلمنا تقريبا 80% من الوحدات لملاكها، وعندنا كمان اسر ساكنه تقريبا حوالي 1500 اسره ساكنه في المشروع ده. بالاضافه ان احنا عندنا كمان مشروع الحي اللاتيني، في جزء كبير جدا من هذا المشروع ايضا مقام جنوب الطريق، زي ما في جزء شمال الطريق في الجزء الشاطئي، في عندنا في الجزء الجنوبي برضو يعني حوالي 40% من المشروع في الجزء الجنوبي. عندنا برضو ايضا في مشروعين كمان في المنطقة الجنوبية، في مشروع الإسكان اللي هو سكن كل المصريين، وده في ضوء توجيهات طبعا فخامة الرئيس. الحقيقة احنا عندنا قرابة 2000 وحدة جاري تنفيذهم دلوقتي في المرحلة الحالية، وعندنا مشروع الحقيقة هو لاند مارك للمنطقة الجنوبية، وهو أبراج الداون تاون اللي هي بتقع جنوب الطريق. أبراج الداون تاون بالظبط بتقع عندنا جنوب الطريق؟ فعلا يا فندم، عندنا 5 أبراج بيتم تنفيذهم حاليا دلوقتي في المنطقة الجنوبية، والهدف من هذه الأبراج إن احنا نخلق كتلة جاذبة لهذه المنطقة اللي هي بعيدة عن الإطلالة الشاطئية المباشرة، وعشان يبقى فيه طبعا نوع من أنواع يعني تكثيف عوامل الجذب اللي خاصة بهذه المنطقة بشكل أو آخر، وتبقى مطلة على بحيرة طبعا صناعية بالكامل الحقيقة. والمشروع ده احنا بننفذ فيه 5 أبراج، وهو مستهدف ليه طبعا يبقى فيه العديد من الأبراج في المنطقة دي المحيطة بمنطقة اللاجون تحديدا أو البحيرة. قبل ما نخرج من العلمين إلى باقي الاستثمارات في الساحل الشمالي وباقي المدن الجديدة في مصر، لازم كل مدينة فيها خدمات، فيها مستشفى، فيها مدرسة، يعني الخدمات مهمة جدا لأي طبعًا. مواطن، المواصلات الداخلية بتخططوا إزاي؟ طبعا احنا عندنا يعني في خدمات على مستوى كل مشروع، وفي خدمات استراتيجية. خدمات الاستراتيجية اللي هي بتبقى واقعة في المراكز التجارية والخدمية اللي داخل المدن، ومن ضمنها طبعا مدينة العلمين. عندنا العديد من فرص الاستثمار في هذه الخدمات وهذه المناطق، طبعا فرص استثمار تجارية، صحية، تعليمية، كل ده متاح وموجود معانا. وفي طبعا مجموعة من المشروعات الحقيقة اللي تم وجاري تنفيذها بالفعل. عندنا برضو داخل كل مشروع في المدرسة، المركز الطبي أو المستشفى، وبرضو مديرية الأمن أو المبنى الأمني. عندنا تنوع كبير جدا في الخدمات، بحيث أن قاطن كل مشروع محتاجش كمان أن هو يطلع برا المشروع ده، هو يقدر يلبي كل احتياجاته داخل المشروع. العلمين كانت قاطرة التنمية في الساحل الشمالي، وبعد ما ارتفعت الأبراج برغم كان فيه اهتمام دايما من المستثمرين، لكن الحقيقة بقى فيه اهتمام مضاعف، وشفنا بقى رأس الحكمة، هذه الاتفاقية العظيمة الهامة يعني صحيح. وشفنا بعد كده الإعلان عن مشروع طلعت مصطفى ومشروعات أخرى كثيرة. إزاي كانت العلمين قاطرة لهذه التنمية في الساحل الشمالي؟ هل في مشروعات تانية هيتم الإعلان عنها؟ كلمنا عن الساحل وبتفكروا فيه إزاي؟ طبعا الساحل الشمالي الغربي يعني في مصر هو أحد أهم المناطق الجاذبة للاستثمار، والسبب الرئيسي في الاستثمارات دي كلها هي الحقيقة النواة اللي اتحطت اللي هي مدينة العلمين الجديدة. يعني مع بداية وضع حجر أساس المدينة في 2018 طبعا، وحجم الإنجاز اللي ابتدينا نشوفه على الأرض، ابتدى العالم كله يبص لمنطقة الساحل الشمالي الغربي تحديدا، وطبعا ابتدت تظهر الاستثمارات الأجنبية والطلب المتزايد من الحقيقة مختلف دول العالم على إقامة مشروعات في هذه المنطقة، وكان على رأسها طبعا مشروع رأس الحكمة زي ما حضرتك عارفة، وزي ما احنا شفنا ان احنا عندنا في مشروعات كمان لعدد من المطورين والمستثمرين داخل مصر ابتدت برضو تلاقي يعني رواج كبير جدا وقبول كبير جدا. الحقيقة السبب الرئيسي في كل هذه الاستثمارات والحالة الجذب القوية اللي حاصلة هو مدينة العلمين الجديدة بحجم المشروعات الكبيرة اللي قدرت الدولة في وقت قياسي انها تظهرها وتكون موجودة على الأرض الواقع بالصورة دي.